اشرت فيها نقطة إن فعلا إن في الشائع بالنسبة لنا هو سن اليأس لدى السيدات، تمام، واللي إحنا دايما متعرف عليه عن سن الأربعين سنة، تمام، ودايما بنربط السن دوت عند السيدات بالصحة الإنجابية لديه، وده تعريف لوحده. يعني الصحة الإنجابية؟ إن كل ما بتكبر فوق سن الأربعين كل ما قدرتها على الإنجاب بتقل. طيب، وفي نفس الوقت القدرة الجنسية لدى السيدات في هذا السن بيحصل فيها نوع من أنواع الخلل كعلاقة زوجية أو حاجة زي كده، وبالتالي ده بنتيجة خلل هرمون الاستروجين لديها. تمام. اما بالنسبه للرجل فالوضع مختلف تماما، لان احنا بنتكلم عن الهرمون المناقض للهرمون الاستروجين هو هرمون الذكوره، تمام، وهرمون الذكوره ده هو المسؤول عن ما يعرف بسن الياس لدى الرجال، وسن الياس لدى الرجال اللي هو بيتراوح في سن برضه من 40 ل 50، يعني تعتبر قريبه من نفس الفتره اللي هي بتكون موجوده عند السيدات بس بتبقى بشكل ابعد مختلف. شويه. بالظبط كده. تمام. هو دايما هرمونات الصحه الجنسيه بصفه عامه تتراوح ما بين هرمون الذكوره وهرمون الانوثه. تمام. هرمون الذكوره هو لدى الرجال وهرمون الانوثه لدى السيدات. تمام. وهرمون الذكوره لدى الرجل هو المسؤول عن اعطائه الشكل الذكري بالكامل على جميع المستويات بتاعته، تمام، حتى الاخلاقيات الذكوريه بتاعته. فهي دي مرتبطه بهرمون الذكوره. تمام. اما السيدات فتبقى مرتبطه بهرمون الانوثه. وعشان كده لما دايما نقول ان الرجل يبقى عنده هرمون ذكوره وبالمثل بيبقى عنده هرمون انوثه ولكنه ضعيف شويه، والغالبيه لهرمون الذكوره. اما بالنسبه للاناث فبزاي برضو بيبقى عندها هرمون الانوثه عالي جدا، وبيحصل برضو مازال عندها هرمون ذكوري. تمام. وده السبب الخلل اللي بيحصل لدى الزوجه قبل مواعيد الدوره الشهريه، اللي تمام. بيحصل اسقاط في هرمون الانوثه عشان تنزل الدوره، فبالتالي بيبان تاثير لهرمون الذكوري بشكل اوضح. تمام. وده بيفسر ليه العصبيه اللي قبل الفتره ديت، ظهور الحبوب، حاجات الطمث، يعني بتبقى بشكل فسيولوجي ظاهر على السيده كده. بموضوع زي الاعراض يمكن الشائع عنها تاخر فترات الدوره الشهريه، مظبوط، وبرضه في بعض الجزئيه بقى هي يعني بتتحول لجزء نفسي عامل نفسي اكتر ما هو يعني عامل ده فسيولوجي. عامل مرتبط بالفعل فعلا.